أيضا مشاهدينا، تشارك وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعرض إبداعي عسكري ضمن فعاليات يوم التأسيس تحت عنوان الإنسان والأرض. التفاصيل في هذا التقرير مع الزميل صالح بن حسن. الإنسان والأرض، بهذا الشعار احتفت وزارة الداخلية بذكرى يوم التأسيس من خلال عرض عسكري من رؤية وإنتاج وزارة الداخلية، يجمع العرض ما بين الموسيقى والدراما والشعر. ويأتي هذا العرض الإبداعي العسكري ضمن فعاليات يوم التأسيس، وتجسد وزارة الداخلية من خلاله رسالة الإنسان السعودي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة. واستمر العرض العسكري لمدة يومين منذ 21 وحتى 22 من فبراير في الصالات الخضراء بمدينة الرياض وسط حضور واسع من المهتمين والزوار. بروتانا خليجية، صالح بن حسن.